هلا وهلا، بوست اليوم بأكثر من فكرة وهي أفكار للتوزيعات اللي تنفعكم هذه الفترة. أكو شغلات راح نسويها خلال البوست والأشياء الثانية كلها موجودة بحسابي لأن البوست صار كلش طويل. أول شي راح نبدي بقطع اللحم. قطع اللحم هنا عندي راح أسوي بها مثل الثقوب الطولانية بالسكينة، وبعدين أبدي أحضر لها تتبيلة. التتبيلة عبارة عن مجموعة من البهارات اللي هي بابريكا وفلفل أسود وكاري وكمون، وخلطت وياهم زيت الزيتون، وراح أخلي عليهم ثوم مهروس، المقادير مال كل شي راح أسويه خلال البوست موجودة بالتفصيل أسفل الفيديو. راح أخلط التتبيلة وبعدين أبدي أتبل اللحم. حاول تتبلوه قبل بليلة أو مثلا قبل كم ساعة، أو سوينا هاي الثقوب حتى قطع اللحم تشرب التتبيلة صح. أشوف الطريقة اللي أنا أسويها حتى أتبل اللحم حتى أضمن أنه كل قطع اللحم تتشرب من التتبيلة. راح نتبل قطع اللحم ونخلي عليها بصل ونخليها على صفحة ونبدي نسوي الدولمة. هلا يا حلوين، شلونكم؟ احنا مسوين الدولمة هواي. هالمرة انا سويتها بطريقة المحاشي، يعني الحشوة مع الدولمة شوية سويتها مختلفة. سويت للحشوة الصلصة الحمراء اللي اسويها للمحاشي، وهاي هنا الحشوة التكملة مع الحشوة. طبعا راح نخلطهم كلهم سوا، سمن، بصل، طماطة، كرفس، وعندي هنا اللحم المفروم. راح اخلي عليهم الصلصة، اخلي عليهم زيت الزيتون، اخلي عليهم عصير ليمون، واخلي دبس الرمان. كل المقادير اسفل الفيديو. وراح اخلي هاي البهارات، هاي خلطتي مال البهارات اللي تصير يعني اقرب خلطه البهارات الدولمه، تعطيها طعم يخبل. البهارات عباره عن سماق وكمون وبابريكا وفلفل حار وفلفل اسود وكاري والقرفه دارسين زين، ولمندوزي. لمندوزي حتى يعطيها الطعم الحامض بالاضافه الى دبس الرمان، لسه طعمها يخبل. يعني الحشوه راح تكون صلصه والبهارات والليمون ودبس الرمان والزيت والمكونات الثانية اللي احنا فارميها. نخلط كل المكونات اللي قلناها وبعدين نبدي نحشي الخضروات. الخضروات انا كلها محضراتها ومخلية بالجدر همين ضلوع وزيت. تبدون تحشون الخضروات، وطبعا اختيار الخضروات هذا حسب الرغبة. انا خليت بصل، فلفل حار وبارد، وخليت طماطة وشجر، واكيد سلق. الدولمة عندي حتى اسدتوها لها فد يعني فد تكنيك معين. أول شيء أخلي الدولمة عادة على النار على نار عالية على ما تذب كل ميها، وراها أنص النار وأخليها فترة من يبدي ينشف المي مع الحشوة اللي بيها، بعدين أضيف لها الصلصة. الصلصة عبارة عن مي عليها دبس الرمان، عليها شوية معجون، عليها شوية بهارات ولمندوزي. أخليه ما يكون أعلى من مستوى الدولمة، أقل من مستوى الدولمة، وأخليها على نار ناصية. وآخر شيء بس شوية أعليها حتى تلجأ من جوا. إحنا لازم عندنا الدولمة تكون لاشعة، يعني الدولمة راح تاخذ ساعتين بالنار ناصية وعالية وتستوي. اللحم ورا ما تبلته فترة طويلة هيك صار، هسه أدخل اللحم على الفرن. قطع اللحم راح أشويها على درجة حرارة 280 لمدة نص ساعة، وبعدين على درجة حرارة 200 لمدة ساعتين، وأحمر قطع اللحم وراها، وراح يصير اللحم ذايب ذوبان، طعمه راح يصير خرافي وشكله كان مو طبيعي. قدمت ويا اللحم، سويت تمن لونين، يعني تمن أبيض، وتمن خليت عليها شوية زعفران، وخليت عليها كركم، وسويت وياهم حشوة البرياني. حشوة البرياني هاي راح تلقوها بالتفصيل موجودة بحسابي. مجرد ما حمست شوية بصل وبوتيتة وبازاليا وشعرية، وحطت عليها بهارات كلها مكتوبة بالتفصيل أسفل الفيديو. راح أخلي التمن، أخلي الحشوة، قطع اللحم، وقسم من الماعين راح أزينها بكشمش ولوز، لأنه مو كل الناس تحب تأكل كشمش.
طبعا باقي الاشياء اللي انا سويتها اختياريه، سويت حمص بطحينه والسلطه هذه اللي عندنا عليها بوست كامل، وهيك كان شكل التوزيعات اللي وزعتها. ممكن تاخذون منها افكار او تسووها كلها، ومأجورين ان شاء الله.